يعني الفنان الجميل عبد المنعم رياض، انت شاركت في اعمال كتير، وعايز اعرف ايه اللي شدك للعمل ده، واحكي لي برضو عن دورك ايه. بعمل كيوبيت، وكيوبيت ده في العقل الجامعي عند الناس كلها المتعارف عليه إله الحب الصغنن الجميل ده، ودايما بيبي بيبي ما بيكبرش، مش شكل كبير يعني. فانا اكتر حاجه ايه رايكم ما ممكن نشوف صور واحنا بنتكلم عشان الناس برضو تبقى يعني حاضره معانا الصور دي. فهو اكتر حاجتين حمسوني احمد فؤاد، استاذ احمد فؤاد مخرج واعد جدا، منظم جدا، بيشتغل من مدرسه مريحه، لانه بيطرح دايما كل ما هو فلسفي بشكل بسيط. وهو ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي، ان الحاجات تبقى فيها العمق ده وبالبساطه دي عشان اي حد يستقبلها ويبقى مبسوط بيها. بالنسبه للعرض نفسه، شخصيه كيوبيد كانت شخصيه مثيره جدا بالنسبه لي، يعني هنعمله ازاي بقى الراجل ده كبر، طب ايه ماساته، اعتزل ليه. فكان في فرضيات كتير جدا، واستاذ احمد طبعا بيقبل بفكره انه تعالوا نتناقش ونشوف ايه اللي هيتعمل وايه اللي انا في حدود الموضوع. فالحمد لله هو كان جايب توليفه اعتقد ان هو كان واثق فيهم، وكان في حاله من الحب وحاله من الاحترام وحاله من الدقه طول الوقت. احنا عايزين نعمل حاجه قضيه وجعانه قوي ووجع الناس جدا، وبنشوفها كل يوم وبنصحى كل يوم على حاجات وتفاصيل متعبه قوي واحصائيات، ويعني موضوع كان كبير. العالم كله بيبص على الجزئيه دي، عايزين نتناولها بشكل لايت كوميدي خفيف، وفي نفس الوقت المعنى يوصل. فده بايجاز، وانا يعني ممكن ما بقاش هعرف اضيف كتير جدا على اللي قاله استاذ احمد، لانه هي الحكايه كلها فعلا فكره انه ماذا بعد، ماذا بعد الحب، ماذا بعد الحب. لا، في حب حقيقي، مفيش بقى، بس حب حقيقي بقى في تحمل المسؤوليه طبعا، في انه فعلا البني ادم بيبقى عارف هو مقبل على ايه، وبنبقى جنب بعض، والا يبقى الحياه مش هتكمل. هي هتكمل ازاي؟ فهي مش حب يعني الحب الافلاطوني قوي ده، لا، في حاجات الحب على ارض الواقع. طبعا طبعا بالزبط. احمد، ايه اللي اضفته بالنسبه لمفهوم الحب؟ يعني احنا كمان عايزه الناس بتتفرج معانا المشاهدين على الصور او على فيديوز دلوقتي، ده فيديو، احكي لي كده الاجواء اللي احنا شايفينها دي، وهل يعتبر العرض كوميدي كوميدي ولا زي ما بنقول ميكس ما بين حب دراما غنى؟ يعني قربني اكتر من العرض. انا دايما بحب ان يبقى عندنا الاول فكرة، الأول فكرة أساسية، وبعدين بنبدأ نحط لها الطبقات اللي تخلي كل حد لما يجي على مستوى التلقي بتاعه يبقى خارج مبسوط. يمكن ده حصل لي بعد نقلة كده، أنا سافرت بره، خدت بعثة بره، وبعد كده ما رجعت. فبره المسرح معمول للإنترتينمنت مبدئيا طبعا. يعني فكرة إن إحنا ننبسط ده هدف أساسي. بس إيه المشكلة إن أنا أنبسط وفي نفس الوقت أقدم فكرة أو أغير